في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، رغم ارتباطهما جغرافياً بأفريقيا والمغرب، إلا أنهما تخضعان للسيادة الإسبانية. نتمنى ندوز دغيا. أكبر خاطئ درته في حياتي هو فكرت أنني ندخل لهذا المليلية. العذاب الآليم. في هذه البلاصه كتفوت الحدود للمغرب، المدينه اللي نورمالمون خاصها تكون تابعه للمغرب، ولكن بحكم الظروف وامور سياسيه فهي حاليا تابعه لاسبانيا الاتحاد الاوروبي. سو دابا ان شاء الله دوزنا جمارك المغرب، دابا غادي ندوزو ليميغريشن والجمارك ديال الاسبان. حنا دابا في الدخله ديال الاسبان، هذه هي الدخله. ما كنحس حتى بشي فرق ما بين الناظور ومليليا. الصبريون ما عطياش قيمه واهميه لهاد المدن، لا سبته ولا مليليا كما عطيها الاهميه للمدن اللي كاينين في التراب الاسباني. سو مدينه كنشوفوها ماشي مدينه اللي نقيه، ما مديفلوبياش مزيان، شوفوها يعني مدينه عاديه، ولكن الصبريون ما غادي تسمح في هاد المدن بسهوله. سبته ومليليا ولاو خاضع للحكم الاسباني من ايامات الحرب اللي كانت بين المغرب واسبانيا. في ذاك الوقت احتلت اسبانيا عدد من المناطق المغربيه، لكن المغاربه قدروا انهم يجيبوا استقلال للمغرب، ولكن عزوا انهم يجيبوا استقلال لهذا البلايص لبعض الظروف اللي حتى واحد فينا ما عارف شنو هو السبب. انهم جابوا استقلال لبزاف د المدن، ولكن هاد المدن بجوج ما قدروش يجيبوا لها الاستقلال ديالها. سو ما عرفناش بالضبط شنو السبب. انا الناس زوينه كتبحر شو زوين سخان. هنا واحد البلاصه ديال المراقبه، هنايا كيراقبوا الحدود من هذا البرج هذا، وهنا هي الحدود ما بين المغرب واسبانيا. من مور هذا الكريج هذا كامل كاين المغرب. دابا انا حاليا في اسبانيا. صراحة واحد الاحساس اللي غريب بزاف، انت في بلادك وفي نفس الوقت ماشي بلادك، كتحس باللي راك مستعمر من واحد الدولة، وفي نفس الوقت بلادك ولا السلطة ديال بلادك ما كيهضروش، ما مسوقين، كيهضروا على الصحراء بزاف، ولكن هاد المدن اللي حتى هما عندهم واحد القيمة كبيرة ما كيهضروش عليهم. الصحراء ولا سبتة ومليليا فراهم بحال بحال. إلا كنا كنتقاتلوا باش أن الصحراء تكون مغربية 100% وهي مغربية 100% ما كاينش اللي غادي يحيدها لينا، فعلاش سبتة ومليليا ما تعطاش لهم القيمة اللي معطية للصحراء؟ وكنعرفوا باللي سبته ومليليا فجاو في واحد الموقع استراتيجي زوين غادي يفيد المغرب بزاف د الحوايج. نتمنوا من الله هاد جوج مدن يرجعوا للمغرب ان شاء الله في اقرب وقت ويخضعوا السياده المغربيه. وصلت دابا للحدود. الناس في الحدود كيتسناو باش يدخلوا للمغرب. البوليس جاوا ما كيطاروا. كان يجري خزير الحق شحال ولا نتسنى. كنتمنى ندوز دغيا. اكبر خطأ درته في حياتي هو فكرت انني ندخل لهاد المليلية. العذاب الاليم، قلت لكم العذاب الاليم، العذاب الاليم. دخلت على ود تقريبا ساعة ولا ساعتين، دوزت وانا كنتسنى في الصف اكثر من ثلاثة السوايع. عذاب الاليم، والناس كيدابزوا والروينة. اخر مرة غادي نجي لهاد البلاصة. اي واحد بغى يجي المليلية ولا السبتة ما يجيش في الحدود البرية، يمشي للطيارة من الاحسن.